آخر خبر عندنا عن يعني بطل جديد من أبطالنا مصطفى النمر اللي حاز على ذهبية المصارعة الحرة في بطولة العالم باليونان. مصطفى معانا عبر سكايب مصطفى أو عبر زوم. مصطفى أولا ألف مبروك وأسفة إن إحنا مؤخرينك، أنا عارفة إن عندك ماتش بكرة مهم. ان شاء الله ان شاء الله اتاخر عشان خاطر حضرتك يا استاذه لذيذ. ربنا يخليك. قول لي يا مصطفى، اولا انت طبعا لاعب منتخب مصر للمصارعه، لكن انت مسجل اصلا في الولايات المتحده وعايش في امريكا، يعني بتبقى عايش في امريكا وبعدين جيت تلعب باسم منتخب مصر والحمد لله فزت بالميداليه الذهبيه في المصارعه الحره، منافسات المصارعه الحره للماسترز. قول لي ايه قصه الماسترز؟ هل دي بطوله العالم؟ اشرح لي البطوله. بطوله الماستر دي بتتلعب بقى لها 10 سنين، دي بطوله عالم. دي من ماستر اللي هم الاساتذه، دي بتتلعب من فوق سن 35 سنه. كل دول العالم بتشارك فيها كل سنه. فرقه مصر طبعا في فرقه البريد جايه بتلعب بتشارك باسم منتخب مصر، فرقه منظمه، عاملين فريق كبير جدا، في لعيبه اولمبيين زي الكابتن صالح، زي الكابتن عطفه، الكابتن احمد السيد، في يعني منتخب كويس جدا جاي من الفريق المصري، وانا جاي من الولايات المتحده الامريكيه تبع الاتحاد المصري للمصارعه. فكنت معسكر في النرويج، عندي معسكر في النرويج، جاي من امريكا على النرويج ومن النرويج على اليونان، فلقيت استقبال كويس. انا كنت كل سنه باجي اليونان هنا، بس ما كنتش متخيل طبعا ان انا هجيب اول، فلقيت فرصه جميله الحمد لله ربنا كرمني في اول ماتش وتاني ماتش، القرعه خدمت معايا كويس جدا. وان شاء الله المهم عندي بقى اللي هي البطوله بكره اللي هي المصارع الروماني، عشان انا اصلا روماني، يعني انا بلعب روماني، انا محترف في امريكا حره وروماني بس في مصر، ولاعب اولمبي وبطل بحر متوسط وبطل افريقيا باسم منتخب مصر. مثلا 20 سنه بشارك باسم منتخب مصر بطل افريقيا وبطل بحر متوسط مصارع روماني. ايه الفرق بين الحره ايه الفرق بين الحره والروماني؟ عشان معلش انا مش فاهمه شويه. بنلعب على الجسم كله. يعني الحره مسموح ان انا امسك الرجلين وامسك الجسم من فوق وامسك الجسم من تحت، اتحرك يعني المصارعه على الجسم كله. الروماني لازم اشتغل على الجزء الفوقاني فقط. الروماني اصعب كده بقى، فالروماني كده اصعب من الحره بكتير، اصعب بكتير. بس واضح ان انت في الحره يعني سحقت المنافس الاوكراني في قبل النهائي والالماني في النهائي، يعني ده مفاجاه ان انا اكسب الالماني 10-0، فهي حلاوه البطوله ان انا اكسب النهائي 10-0. 10-0 ده ساحق ماحق. يعني ده حاجه انا دخلت اتجرأت عليه ان هو قبل الماتش مثلا واحنا في اللانش تايم في الغدا كده، هو جاي قاعد جنبي والمدرب بتاعه بيتكلم مع صاحبي اللي هو السويدي يعرفه اساسا، فبيقول له ممكن مصطفى لو يسيب الماتش على النهائي، هو كده كده خد فضه. فصاحبي طبعا جاي بيترجم لي، هو عايش في السويد اساسا، مصري بس عايش في السويد بيلعب في منتخب السويد. فقلت له لا مش هسيب ماتش الا فيه. قال لي هو هديك مثلا 2000 3000 اورو. يا سلام، مش هينفع معانا. والله قلت له مش هينفع، انا مش محتاج الكلام ده خالص. انا بس يعني حتى ما رضيتش اقول للمدربين قبل الماتش، يعني يمكن كان بيهزر ولا حاجه، يعني اكيد ما كانش بيتكلم جد. الالمان ما بيهزرش، هو بس عاوز يعمل يجيب ميداليه، العلم بتاعه يترفع، النشيد الوطني بتاع بلده يترفع. ما احنا كمان عايزين النشيد الوطني بتاع بلدنا يترفع. مشاعرك كانت ايه بقى يا نمر وانت النشيد الوطني بتاع بلدك بيترفع؟ والله حاجه جميله جدا، حاجه جميله جدا يعني الصراحه. ودي يعني ميداليه بطوله عالم والنشيد الوطني دي، بص انا عندي دي بالدنيا كلها. انا كنت راجع امريكا بس عشان اهلي طبعا في الصعيد، انا من اسيوط، كلموني لازم تغير التيكت وتجيلنا على مصر، ما تروحش امريكا، تعالى لنا هنا. فغيرت التيكت وراجع مصر ان شاء الله يوم 25 ان شاء الله، وتنورنا ونستقبلك باذن الله. طيب والروماني بقى الروماني معرفش بقى بكره الروماني دي هتمشي معايا ازاي. قول لي مين بينافس معاك؟ الله يا سلام، دي الشهاده. الف مبروك. الله يبارك لحضرتك. قول لي الروماني بقى، قصدي المصارع الروماني، مين المنافس قدامك؟ المنافس اول ماتش سويدي، والماتش الثاني كازاخستاني. المباراه السويدي ان شاء الله مضمونه يعني بنسبه كبيره. الماتش الكازاخستاني المباراه هتبقى رايحه جايه، ما اعرفش بقى هي هتمشي معايا ازاي بكره، بس ان شاء الله يعني انا جايب ميزاني، انا خدت 10 كيلو على فكره.
ودي حاجه يعني كويسه ولا وحشه؟ ما اعرفش خاسس. لا كويسه ان انا انزل في الوزن اللي تحت ده كويسه، المنافسه بتقل شويه. الوزن اللي فوق مثلا في مثلا 54 دوله مشاركه، الوزن بتاعي مثلا هبقى الاقي 16 دوله مشاركه، تبقى الوزن تبقى المنافسه اقل. منافسه اقل، مظبوط. يعني ان شاء الله ماضيه مجموعه. انا كنت عايز العب في الوزن اللي فوق، بس المدرب كابتن محمد علي حسن وكابتن سيد يونس الصراحه، وعندنا رئيس البعثه انسان محترم جدا الاستاذ وائل، يعني الناس دي محتويني، ومعايا طبعا زميلي في الغرفه الكابتن وليد. الصراحه الناس دي كلها مساعداني، يعني فريق عمل الصراحه جميل جدا، وانا يعني سعيد بالجو الاسري بتاع البعثه الرياضيه بتاعتنا هنا. الف مبروك يا مصطفى، ونتمنى نبارك لك على الروماني كمان بطل جديد من مصر ومن الصعيد. تحيه لاهلك بقى في الصعيد، ابعت تحيه لاهلك يا مصطفى. حاضر يا استاذ لمين. شكرا كابتن مصطفى النمر، لاعب منتخب مصر للمصارعه الفائز بالميداليه الذهبيه في منافسات المصارعه الحره، وبكره عنده الروماني، مصارعه الروماني. نتمنى له كل توفيق.